أول حاجة كان على تا داك السيد البرلماني اللي طرح السؤال، أول حاجة كان عليه يهضر على تطبيق بعد تقنين الطاكسي. واش هاد 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 الطاكسي اللي حنا عايشين فيه واش مقنن؟ واش هاد الفوضى اللي عايش فيها الطاكسي تقنت؟ إذن أول حاجة كانت تطرح هو كيفاش غادي نقنوا الطاكسي. أما هاد القضية ديال التطبيقات ولا كيفاش غادي نخدموا، إلا بغيت نقول لك أول حاجة اللي خاصها الدار، خاص الدار واحد الجرد ديال سيارات الأجرة في المغرب. خاصنا نجتهدوا نحيدوا هاد لو غرون اللي بتي طاكسي، الغرون بتي طاكسي خاصنا نجتهدوا فيها، حيت إلا اجتهدنا وتحيد هاد المشكل ديال غرون بتي طاكسي ولا داروا واحد الإحصاء على الطاكسيات ما غاديش يوقع لنا المشكل. حيت هاد التطبيقات اللي كيقولوا كما كيقولوا التطبيق كدار باش تكمل واحد الخصاص، هذاك الخصاص اللي كاين شكون سبابه؟ راه سبابه هي الداخليه، راه خاص تكون بعدا كاين الداخليه ووزاره النقل يكونوا باراليل غاديين. الا كانوا غادي كل واحد في الواد راه غادي يبقى ماشي غير التطبيقات، راه دير التطبيقات ما غاديش تخدم. اذا اول حاجه اللي خاص الدار يريحوا مع المهنيين، والداخليه خاصها تدير واحد الامر اللي هو مهم، هو ديال الاحصاء ديال سيارات الاجره، ويديروا الاحصاء ديال المهنيين. راه كاين اللي عنده دابا بيرميت كونفيس وعايش برا ومحسوب عليا انا مهني. اذا هاد العمليه اللي غادي بعدا نمشيو نساليو في هاد الامور ديال البطاقه المهنيه اللي هي حنا راه عندنا فيها بزاف ما يتقال. هاد البطاقه المهنيه اللي خاص يدار هو يدار واحد الجرد ديال هاد السيارات الاجره وتقنن، حيت حنا باغيين بغينا المهنه هذه تقنن. اذا باش غادي تقنن ما تجيبش ليا واحد داخل ودير لي واحد المنافسه غير شريفه. اذا غادي نقولوا تا هادو مثلا نوضوا الموالي الفراشه غنقول لهم سيروا حطوا حدا مرجان، وغادي نتشاوروا مع مرجان المدير ديالو واش يقبل لينا ولا لا، ما خاصوش يكون الفراشه ليه. اذا اول سؤال خاص تطرح، خاص تلغى هاد التطبيقات، تمحى من المغرب، ما تبقاش دور واحد عاد باش نريحوا الطابله ونشوفوا الا كاين خصاص نجيبوا التطبيقات ونجيبوا الطيارات. الحديث عليها سابق لاوانيه ولا راه سابق الاوان ديالو؟ واش حنا باقي ما مقادينش؟ حنا ما مقادينش. دابا مثلا الدار البيضاء، ها هو دخل فيها الباصواي، ها هو التراموي، ها الطاكسي الكبير والصغير بدا يدور. واش درتي حل هذاك المهني بعدا؟ لقيتي ليه بعدا فين غادي الاريحيه فين غادي يخدم؟ اما باش تجي تقلب لي على واحد، حنا حصلنا وحدين كاليناهم لقيناها اوتور بانكي، اطار بانكي سايق، اطار بانكي خايف في هذه الشركه ديال التطبيقات، ديال التطبيقات وتراشي حوايج، ولقينا واحد دير كاسكيطه ديال المخزن، موظف راه شي حوايج، راه ما تخليوناش نبقاو نهضروا حتى نجبدوا شي روينه اللي ما غاداش تزقى. حنا نركزوا كما قال الاخ عزيز، نركزوا على المشكل ديال التطبيقات. السيد الوزير حنا كنردوا على التصريح ديالو، كيقول بان خاصنا نشوفوا الصيغه باستشاره. انا الرد اللي غادي نقول ليه، خاصهم يتمنعوا ما يدوروش في المغرب حتى تدير احصاء ديال الطاكسي، والا كان عندك خصاص سير. باي طريقه غادي يتمنعوا؟ حنا ماشي ساهل باش يتمنعوا. بلاتي نقول لك، وفي هذه النقطه السير كيفاش غيتمنعوا؟ نوضح لك واحد النقطه، اللي لقاوه يطبق عليه القانون ديالو.